اليوم جينا باش نحكيو على بعض النقاط اللي هما 5 بالضبط في الفيديو هذا. ان شاء الله باش نفضلوا فيهم اللي في قلب كل كابيس صحيح، باش نتطرق للخبيب للكل اللي تهم جمعيتنا وبلادنا، ولو انه عدد كبير من الناس ينطبق عليهم بالقياس مقولة قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رماد. إذا النقطة الأولى اللي نبداو بها هما المنافقين هذوما ممن يتقاسموا معانا المدارج والمشهد بصفة عامة، وحب سواديزون نفس الجمعية. ماناش نطولوا معاكم برشا خاطر ما تستحقوش، أما باش نعملوكم قنطرة نمهدوا بها للنقاط الأخرى التي ذكرها بعد ما تاخذوا شربكم بالخفيف. بربي وقتاش تسترجلوا؟ الناس كي تقوم الصباح تغسل وجوهها بالماء والصابون، أنتم تلوطوا وجوهكم بالخرا وتخرجوا للشارع، يا أخي ما تحشموش. شنو معناها بين الجروبات في اليسار الكل على الجمعية؟ وبصيغة الجامعة زيدة، يعني احنا معنيين؟ انتوما اللي كتفكم تخلعت بهزين الشكاير ويجيكم تكسرت بهزين القفة تحكيوا علينا، احنا اللي عاملين بردفير في الحق مع كل هيئة تشد السيادين، واحنا اللي كل طرح نضرب ونترميه في الحبوسات، واحنا اللي في كل حادثة تصير وسط الجمعية نتكلم ونتحركوا، وديرني يربعوا بركة حكينا على تبديل اللوجو والويكلوف العالية، بينما انتم تعرفوا رويحكم شحكيتوا تو بعض النقاط هذه ناخذوها بالوحدة بالوحدة. احنا اللي بدينا ثورة البليوف، واحنا زادة اللي وقفناها وقت اللي جمعيتنا عندها طرح قاضي مهم، وكان من الضروري ان الجو يرجع. احنا اللي قاطعنا التراء وقت الجمعية مشهور دروب وصلت ضرب من شبه مسؤول، احنا اللي نديبلاسيو مع السيابية الاكستيريور وزادة دوميسيل، وهذه نادرة غريبة يقاسي فيها كان جمهوريا، بينما انتم بحدكم مفماش. كان ماتش تلفزيون تتفرجوا في القناة الوطنية ما كانش تلوجوا على لايف في الفيسبوك، اذا كانت فلشتوا اصلا، خاطر بصراحة ولينا شاكين فيكم. النقطة الثانية فيما يخص الكوب دوران، علاش لعبناها؟ علاش خسرنا فيها؟ وشكون المسؤول على الخسارة هذيك؟ أجمع الشارع في بنزرة الكل اللي ليكيب أدفيرسير كانت أضعف منا برشا، ومش هي اللي بتنجم تخرجنا من الكوب دوران. كان مش الكوارث اللي عملها الأونتينيور متاعنا، وهذا ما يختلفوش عليه اثنين، لكن خلينا ما ناخذوش الأمور بالسطحية هيكي، ونشوفوا شنية العلة وعلاش. السؤال متاعنا واضح، شكون حط الغدام فرادية ينطنوه للسيابي؟ وعلى أنا كريتير اختاروه؟ نزيدو نرجعوا بالوقت شوية لتالي، شكري البجاوي اللي شد السيابي برصيد بشري فيه كل جوالات من الاسبوار، وقتها أعلنت الهيئة بصراحة أن المركز الرابع المؤهل للمشاركة الإفريقية ما يعني ناش، والهدف متاعنا مع شكري البجاوي هو تحضير الجمعية العام الجاي. اللي صار هو انه خسرنا الاطراح وربحنا شوية اطراح منهم طرح الترجي في تونس بفكتيف اقل ما يتقال عليه انه فوق من ليميتي، وبطبيعة الحال ما خديناش المركز الرابع. من بعدها تم قال شكري ويجيبونا الغدنفر الحالي، وهنا زادا نتسائلوا يا اخي كنا نفيزيو في مشاركة قارية والمدرب السابق فشل، وعلاش جي وعلاش مشي؟ نزيدوا نرجعوا لتالي شوية، منتصر الوحيش اللي متصدرين مع البطولة والجمعية أمورها ماشية كالزيت فوق الماء، جي تسمع التصريحات والأعلاميين في البرامج الرياضية تلقاها تقول زنيزة تبهت، بينما الترتيب يفرح والأداء زاد، ونورمالمون ما فما شيء يخلي الفريق يفشل مع الوحيش في الفترة هيكي لولا عدم خلاص الوجور وعدم تحمل الهيئة المسؤوليات متاحة. شاتم بعض الهزائم في مرحلة ليال حتى وصلنا للقاء انت منتصر الوحيش، قبلوا نفس الشيء صار مع نسعى الدريدي، غير انه هذا ما استناش اللي قاله وفي ساعة واحدة من اول فرصة جيته. من بعدها يعين وليد بن ثابت استفتاء جماهيري لا غبار عليه، خلى حتى محبي الفرق الاخرى صوتوا معنا، وجاء الفشل. لكن في الحالة هذه الجمهور يتحمل مسؤولية خاطر هو اللي اختار. جاء من بعده جلال القادري في اخر الموسم لعب كان 7 اطراح، ربح 6 وخسر 1 برك. كي قال جو العام وسط الجمعية هي بفلوسه تتسبل كل شهر، هي زاد ما ترددش وعطاها لساقية وهرب للخليج. بيان سور قلة الرجلة منه هو، مش احنا مقصرين معه. وختام وامسك مع ميا الكنزاري اللي شعلنا سقطنا، اما بصراحة ورغم الغسرة اللي تخسرناها رانا نوافقوا فيه الهيئة، خاصة بعد تصريح الرئيس نتاعها اللي قال المدرب هيك احسن مدرب تونسي. غير ما مشيتش معاه الامور وكاو، والعكسيات تصير مع المدربين الكل في كل الجمعيات عادي جدا، وبرا وصلنا شعره لطحنا نورمال كله من وديع الجيري اللي صرح نفس الشخص انه لولا كامبينو في طرح بن قدان والتعادل اللي خرجوا بيه معانا بالزات رانا مشينا بلاي اوف مش بلاي اوف. اما الحمد لله بعد البحث والتدبر اللي لقينا فيه الشخص اللي هو رئيس الجمعيه وخاطي زاد صلح بهذا
وتو الحمد لله انا راسين في شاشيه معاه وبانتظار الالقاب والتتويجات. يظل كلامنا واضح، سي البياوي اثبت انه صفر في عالم التدريب، وماذا بينا كان يتنحى بعد ما الكعنه النكعه، اما وقتها باش يكون الحجوس الثاني ويحب ياخذ البوط نتاعو اللي هو الحق نتاعو. اما احنا منين باش نخلصوه؟ كان قاعد مشكله اكبر، كانش نعيش معاه اي ميت ظلام وتحيس. هذا الكل من شكون؟ الكلام واضح، ما تحطوا حد كبش في ديه وتنساو وتنساو وتنساو. النقطة الثالثة باش تكون الملعب والمنشآت الرياضية بصفة عامة في بنزرت، والناس اللي متسبب في الحالة متاعهم التعيسة. 4 سنين من التشدد الجمهور ومازال الكونتور يمركي. وين الرجال متاع البلاد؟ نعرفوا احنا اللي عندنا ناس عندها شكاير متاع فلوس وبرشا عبيد ما اكثرهم، اما السياب عمرها ليه باش ترى منهم الضوء؟ خاطر ما يعرفوها كان في وقت الفرحة، وقتها نلقاو منهم شكون يجي في مد في وجود، ولا فما انتخابات كيما توا بالضبط، ومنهم شكون شادد الفريات نتاعو وحاجة اسمها سيابين فسخة من المخ نتاعو. واللي يغيظك أكثر للعباد هذوما من غير ما نسميو حد، نتسميه كونكور من ولاد البلاد ومن أعيانها، وأغلبهم عندهم تاريخ في الجمعية، سواء كانوا جوارات ولا ديريجون ولا دي بريزيدون اللي هو. وقت عطاهم العاطي ما عطاونا حتى شيء، يا عيان البلاد وأصحاب المال ربي يزيدكم من خيره، أما رانا مفسخين عليكم كما فسختوا جمعيتكم، ومانيش مستعرفين بيكم ولا حتى واحد فيكم. واللي باش يخمم نهار يعمل سيابي قنطر للغايات نتاعو البيرسونيل حاول يتذكر الكلام هذا. سيدا ما لازمناش نساو المعامل والشركات اللي في الوزارة اللي مستخسرين فينا حتى شوية دعم. وقت الستير مثلا كانت تصير في كاسة تترحل مع منزل جميل وزرزونة والسونتر فيل مع بعض تاع بنزرت مع بعضهم، ولا معمل سكر الناس في بنزرت الجنوبية عانيو يوميا في التلوث نتاعو، والقائمة مازالت طويلة. نحب نقول لكم رانا مانيش ناسيينكم ومازلنا وراكم، والزمان بطبيعته طويل مش طلبة، خاطر نعرفوا برشا منكم قداش تعطيو الجمعيات وخلين وقداش تعطيو فينا. احنا اللي تخدموا في بلادنا ومضايقين علينا لوحونا في البقشيش، والجمعيات اللي بعاد علينا ب 60 و 200 و 350 كيلومتر ياخذوا الدوبل متاع الدوبل اللي تاخذوا فيه السيابي. على هيك مانيش مسلمين في حقنا، وكل مرة رانا باش نحكوا بلوسنا ونهدوا عليكم، حتى اللي نوليو نقبضوا في اللي تقبض فيه لا رجي مستير ولا تاخذ فيه سي اس اس من ناتيلي الى اخره. والناس الكل تولي فرد صحفه، شو تعليو في السقف نتاع الناس الكل، شو تطيحوا لهم ليهم وقت تنجموا تخدموا مرتاحين ما غير حتى قلق وما غير حتى شوشره. رغم اللي المساواه في الحاله هذه ما تصحش، والعدل يقول ان السيابات ياخذوا اكثر من جمعيات الكل باعتبار انكم لابسين بحذانا لهنا. يسأل شحنا قابلين بالمساواة الغير عادلة، غير استرجلوا ولا رانا باش نزيدوا نطلعوا أكثر. توجينا بالكلام وبعديك ما نعرفناش. أما بخصوص البلدية ومنحة جمعيات الهوات اللي تبدلنا فيها، والله كان جات الفلوس ماشية في تحسين أحوال البلاد وقدمت المصلحة هذه على الرياضة نقولوا صحة، أما أنتم لخدمتوا بلادكم لعاونتوا جمعيتكم، وهذا مش جديد على بلدية بنزرت، سواء هذه سواء اللي قبلها وحتى اللي بعدها، شو تكون ديما نفس الوضعية. مادام كيما قلنا قبل بنزرت تقاسي من غياب تام للرجولية عن برشا من الولادة الواصلين ولا اللي شادين الكراسي، أحسن كلمة تنجم تتقال هي رجولية، خاطرها تلم الشرف والغيرة والقيم والنخوة والكل مع بعضهم، أما هذم الكل ماهوش موجودين فيكم. وتو نتعداو للولاية وما درا، أي بنزرتي يتعدى على الستاد ويشوف الرحبة متاع الكانس كيف ولد، أول وجه يجي في باله هو وجه السيد هذاك. اللي نجم نقولوا عليه كان راس الهم الكبير في حكاية التيران كل من الأولها لآخرها، ونحب ننصح بالخيان الكل ولاد الجمعية الكل اللي خرجوا في الوقفة قدام الولاية وخرج لهم هذاك وحكاوا معاه، وبطبيعة الحال ما خرجوا بحتى شيء. هذه حاجة كنا عارفينها وسير منها زاد، هذاك عليه ما قاعدينش معاها ومنشينيش فيها. احنا بصراحة مانيش من النوع اللي نضربوا العصا في الجيفة باش نحركوها، هذاك تأكدنا منه انه جيفة مش مازال باش يتبوجه معاه ولا فيه. احنا زادة بصراحة ما عناش شكون يحكي بلغة السيد هذاك، وبربي شوف لنا حل، ايماننا فيك كبيرة، احنا معاملين عليك الى اخره. فما لغة اخرى هي شك في العموم مع اي شخص كان متخلي مع انسان كما هذاك. وقلنا انه ولا جيفة، وكلمة جيفة ماهيش سبة جوست توصيف، خاطر السيد هذا مات سيد في بنزرت وتدفن وتكفن وماشي على روحه. ياخي فما ميت مازال يقضي هو، شبيكم يا بنزرت هيات؟ السيد لم بقاج وعارف انه الايام متاعه في البلاد مازالت معدودة، شمازلت تستنى منه؟
وبرجع نقوله مازال باش يقعد في جزيرة الدهر الكل، لأنه بعد الكارثة اللي عملها في التيران والصفقة المشبوهة اللي صارت والأشغال والسينما والتلفاز اللي تصور ولا حد رياضي، وبعد خرجنا ببطحة متاع علاش مازلتوا تحبوا تروا منه حاجة ما نتصورش. أما بالنسبة للبقية متاع المنشآت راهو حالهم نفس الحال، لانكس ما عناش، البسيري يجي كل شركة من تيران، تيران زرزونا هاو قاعدين يريقلوا فيه، عنده 100 سنة مسكر. كيف وكيف اللي عنده سنين مسكر لتو الحضر مركز التكوين هذاك هو حالته تشكي غبي، السالة تبكي، البيسين ما غير ما نحكيه، اللوكال ما فماش، فما ربي وكاو نعود ناكل للبلاد هذية منكوبة خاطر ولادها هما اللي يغدروا بها. اللي مش نحكي فيه تو مربوط شوية مع اللي كنت نحكي فيه، حكاية التيران مدام الكنز مش حاضر وزرزونا كيف كيف مش مشي نلعبوا في العالية، كيف مش نلعبوا في العالية فور بروبابل فما ويكلو لدواعي أمنية. شو معناها دواعي أمنية؟ في المهرجان وقت اللي تلقى 15,000 مخلطين من كامل أنحاء الولاية وفيهم حتى اللي من خارج بنزرت ما فماش وقتها دواعي أمنية. ناخذوا مثال حفلة متاع الراب اللي كان وقتها الشباب إناثي وذكورة من بنزرت وجرزونا وماطر وبنزر بورقيبة إلى خيره إلى خيره، الكل خاطي اللي جاي من بلاصة أخرى سبولك الكل فرد بلاصة، الكل هم نهارتها في المهرجان. هذي إنسان عادي يقرأ فيها الخنان ديريكت، خلي انتو معاد عندكم ما شاء الله الخبرة والدراية وتشموا الشوشة قبل ما تصير، ما شفتوش انه وقتها فما دواعي أمنية ونهارتها صاروا برشا مواضيع على داعي مش ندخلوا فيها. اما الحمد لله الأمن بتاعنا كان بالمرصاد ونشاح في فرف السيطرة والناس كل روحة الديارة. صحيح فما اللي روح من غير تليفون واللي روحت بلاش حوايج واللي خرج لقى كرهبته تخدمت واللي تضرب ببال حديد، اما الحمد لله في اخر المطاف الناس كل روحت وما فماش ضحايا الحمد لله. اولا والشكر ثانيا الوحدات الامنيه اللي نجمت تتامن المعارف ومشيت الامور كلها رجلو وقت اللي الحكايه يكون فيها جمهور سيادي اللي باش يتفرج في جمعيته في العاليه اللي هي تابعه ولايه بنزرت كان ما خانتنيش الجغرافيا بالطبيعه، والتيرام فيه كان 2001 أكاها وكان خليط وفي النهار وفي القاعدة مش في الليل، وزيد عليهم ما صاروش سوابق متاع شغب الغالي كما صاروا مثلا في مزار عبد الرحمن. وقتها ما نجمو كان نستغربوا ويكلوا لدواعي أمنية ويولي بالضرورة علينا نمشيو نظرية المؤامرة. حبوا نفهموا شنو المشكلة متاع السلطات الأمنية معانا من فوا بورتوت، نحبوا نفهموا شنية الحكاية متاع الويكلو العجيب الغريب هذا. خلينا نحكيو شوية في العام يا اخي، بالك احنا منعزلين على العالم الخارجي ما نعرفوش الصاير في الملاعب الاخرى. جمهور السيابي معاشر برشا جماهير كيما جاو البلاد نحنا مشينا بحضيهم وشفنا بعينينا كيفاش الامن نتاعهم يتعامل معاهم. تلقى براج واحد ولا زوز ماتريال جروبات يدخل بطريقه سهله على الاخر تفرقنا، فما حتى جروبات تباش يقبل بساعتين والناس الكل مستبشرة والأمن مستبشر والبلاد الكل ماشي في سير حياتها العادية كأنه ما فما شيء. في الاخر تلقى الفلام يشعل ويتلوح والعمل بتاع الشغب بتصير وجمهور نفس الجمعية اللي هذه حاجة عمرنا ما شفناها عنا يتعاركوا، لكن كل شيء يتعدى إنا بيرسو طرح الجاي تلقى نفس المعاملة والسماء زرقاء والعصافير تزقزق. أما في بنزرت كنت نام يحكم عليك من أول الصباح تمشي تباشي، كان عملت الوتار بدقيقة واحدة يتسكر عليك الباب الله لي باشيت مانيت بتاع طنبول ولا باجيتيت بتاع كاسكلير دخلوا فيهم بالحيلة، الجانيت بتاع الدربوات باش تدخلهم لازم تكمل الكوميتي قبل بجمعة باش يعلموا السلطات باش السلطات تعطي لوكي متاحة واستنى حتى يعطيوها. حتى كان خذيتها ولا الدخل كان الشاب خاطر وقتها في الدقيقة الأخرانية المشامية الكل تتقلب ويتفكوا هذا من كل ما غير ما نحكيوا على المساج ولا دخل هاوكا احنا ولا الخيام بتاع الكوب يعرفوا قديش من خدمة تعبوا عليها وخذوا اللوكي وبعد ما تدخلش الله أعلم عليش البراجات بديها من طلعت حمد شرفة حتى اللي تخلط البير تلقى روحك فركست 5 أو 6 مرات دين حواجك يدخلوا بعضهم تدخل للتيران تقول منعد مستحيل الساعة تلقاك طرح ما بديش وانت أول ما تبلاسي روحك في الفيراج يسمرك بالبروبي بتاعك هذاك هو عرفته بتاع الفنية يبدأ يصور فيك بتفنن فوتورة فوتو تقولش عليك في نهار عرسك بطبيعة الحال في الخروج من اللي تبدأ خارج من التيران ترى الدوبل في كل شيء اللي كنا نحكيه عليه الكل ترى منه كان الدوبل. يا جماعة فسرونا شنو مشكلتكم معانا
شبينا كان احنا القصيف لهماذا؟ ما فهمنيش يخي عنا ظهر متاع فكرون ولا جلدة متاع ثور ولا وذنين طويل ولا بعابس ولا طلعين تطليع احنا عابطين من عطارد راو اللي يحس بالظلم بصفة عامة وخاصة كي يكون متسلط عليه كان هو بالذات قد ما يصبر راو بشي يجي وقته يتكلاطر وإذا شفتوه قبل وتعرفوا دونك اختارنا بربي من كلمة دواعي واهية بتاعكم اللي هي الأمنية مستخسرين فينا جرد الفين شتباعوا شتبعوا جمعيتهم يعني رضينا بالهم والهم مرضاش بينا فوقوا علينا راو الشارع صعيب علينا وعليكم وهذا مش تهديد ما تعقيل وكان جاء تهديد رسمي رانا نعلم عليه مينش باش نخاف شنو اللي نزال ما تقنيهاش الحكمة حكمة ورشاد رشاد وراهي ما تتعديش علي محكاية ترحم اليوم فاللي الهيئة قالت نظرا لصغر ساعة الملعب فإنه ما فماش تساكر وبيش يدخلوا كان يزابوني رحنا نعرفوا اللي ما هوش بيش يتقصوا ألفين ويلعبوا الموت قبل تروح لوريني وحكاية ما فماش تساكر جات من عندكم انتوما وبيش نلقاو نص ولا ربع الكباسيتي اللي هزها تيرا برك من اللي كانت اللعبة ويكلو صارت شوية ضغط وليت أبو المونات برك وسكتوا العبيد أما مش سكتوا تزكموا أما احنا ما نتزكموش والممارسات هذي نعرفوها وشفناها برشا مرات حاولوا ما تعديوهاش علينا هذه هي النقطة الأخرانية اللي كان من لازم وإنه نحكيو فيها ولو إنه هبطنا بيان خاص بالموضوع هذا ولعدم تكرارها وبش نذكركم به من غير ما نعاودوا نحكيو نفس الكلام ملا نسلوا بشعاركم الجديد ورانا كما قلنا باش نشريو المراول الجدد باللوجو الجديد سواء يهبطوا السنة ولا عام الجديد حتى لابون مناد بمية ألف كيف كيف باش نشريوهم وعارفين اللي كان سلكناها ندخلوا بيهم ثلاثة راح وتحيا الرياضة في بنزرت